طيب نسمع ابن سيرين ماذا أفتى. إذا هذه مسألة قديمة، مسألة قديمة، أنك تتعرض للظلم ويؤخذ مالك، ثم أنت عن طريق الحكم والقضاء لا ترجع مالك، فهل تأخذ منه؟ ماذا يقول ابن سيرين؟ نسمع. وقال ابن سيرين: يقاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم، وقال ابن سيرين يقاصه. إيش إذن ابن سيرين أفتى؟ ماذا أفتى ابن سيرين في هذه المسألة؟ نعم، يأخذ حقه، لكن ذكرنا ثلاثة شروط. من يعيد الشروط الثلاثة؟ من يعيد الشروط الثلاثة؟ انتظروا حتى نكمل الأثر. قال يقاصه ثم قرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذن هذا الشخص تعرض للسرقة، تعرض للنصب، وهو متأكد من هذا النصاب، متأكد من هذا السارق، ولكن لم يستطع أن يثبت أن فلانا سرقه، هو رآه بعينه، لكن ذاك الشخص حلف يمين كذب وهرب بالمال، ولا يوجد كاميرات، لا يوجد شهود في إثبات أن هذا سارق، وهو رآه بعينه وهو يسرقه. ثم دارت الأيام، فإذا بذاك الشخص قد جعل شيئا مثلا من البضاعة في مكان ظاهر، ويستطيع الأول أن يأخذ ماله من هذا الظالم، فهل يأخذ؟ الجواب يأخذ بشروط. اللي بيقول نعم غلط، واللي بيقول لا غلط، لابد أن يقول يأخذ بشروط. ما هي الشروط؟ واحد أن يأخذ بمقدار ما ظلم به. أنا انظلمت 100 دينار، بأخذ 100 دينار. 2، أن لا يترتب عندما أنا أخذ البضاعة ال100 دينار هاي إنه هو يصورني ويشكي علي، أصير أنا إيش؟ السارق. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: لا يكون مستأمن على المال. نعم، ألا يكون هذا الشخص قد استؤمن، يقول لك دير بالك على البضاعة، نسي انه سرقك او فكرك ما شفته، فقال لك انا استأمنك على هذه البضاعة واريد ان اذهب ليوم او يومين، فتقوم انت وتأخذ حقك، لا يجوز، لان هذا استئمان. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه الشروط الثلاثة. نسمع الحديث. نعم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله. نعم، بداية من وصل هذا المعلق؟ عفوا، نسينا، من يعرفنا بابن سيرين ومن وصل هذا المعلق؟ تفضل. ابن سيرين محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرو البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى. مات سنة 100. عزى الحافظ. لا نحتاج إلى عزى، مرة وهذا الأثر. تفضل. أخرجه الطبري في جامع البيان في الجزء 8 صفحة 42 تحت قوله تعالى: وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد عن ابن سيرين يقول: إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. نعم، إذن كما قال أخونا، رواه الطبري في جامع البيان الجزء 14 صفحة 45 تحت تفسير آية 126 من سورة النحل. فقال حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق، إذن هي من طريق عبد الرزاق، وعبد الرزاق له تفسير مطبوع. قال أخبرني الثوري عن خالد عن ابن سيرين، إذن الإسناد عبد الرزاق عن الثوري عن خالد. من خالد؟ خالد بن مهران
الحذاء، فبالتالي الإسناد صحيح. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يقول: إن أخذ رجل منك شيئا فخذ منه مثله، فخذ منه مثله.